هذا المؤتمر من المؤتمرات المهمة، هذا مؤتمر عالمي يهدف إلى إيصال رسالة جميلة للمجتمعات المسلمة. اليوم أكثر من 550 مليون مسلم متواجد في معظم الدول خارج منظمة التعاون الإسلامي. الرسالة السامية في هذا المؤتمر نبذل التطرف، إظهار ديننا الإسلامي بإسلام دين التسامح، دين الترابط، والمطلوب من كل المسلمين في هذه الدول أن تشارك داخل هذه الدول الغير مسلمة، وأن تكون لها ثقافة إيجابية، وأن تساعد في تنمية هذه الدول، حتى ننشر فكر جميل، فكر التسامح والترابط، وأن ديننا الإسلامي شعاره السلام عليكم، وإحنا نقول دائما السلام عليكم. فلذلك هذا المؤتمر يهدف إلى تنشيط هذا النوع وتنشيط المجتمعات من المجتمعات المسلمة داخل هذه الدول، وأتمنى أن تتحقق هذه الفكرة، وأيضا رسالة إلى الجميع أن ديننا الإسلامي دين تسامح، دين يربط المجتمعات بين بعضها، يساعد على البناء ولا يساعد على الهدم. ديننا مو قتل، ديننا مو تطرف، ديننا تسامح، انتشر بالأخلاق. المسلمين يملكون ثقافة ديننا اللي تبني على الأخلاق والثقافة، وهذا دور المؤتمر في التوطين والوحدة الإسلامية.